الحمد لله طبعا على المكسب النهارده. الولاد كانوا ادوا بشكل كويس جدا والرجاله لحد اخر ثانيه في الماتش. احنا ادينا الشوط الاولاني كويس جدا، مسكنا كوره ونقلنا والحمد لله قدرنا نسجل هدف وكنا مسيطرين تقريبا على الشوط الاول كله. الشوط الثاني طبعا في ظل المطره والهواء اللي من كل حته والاجواء اتغيرت وبقى الهواء علينا، فبقينا نجد صعوبه ان احنا نطلع بالكوره من تحت، فده ضغطنا شويه يعني الشوط الثاني لحد ما فريق الاتحاد قدر يتعادل. لكن الحمد لله يعني الولاد حتى اللي نزلوا كانوا أدوا بشكل كويس والحمد لله ربنا كرمنا وقدرنا نجيب هدف الفوز في وقت قاتل يعني في آخر دقيقة في اللقاء. وطبعا الفوز ده بنديه الكابتن عمرو ونتمنى له السلامه طبعا وربنا يشفيه ويرجعه لنا بالسلامه ان شاء الله. والله رؤى يعني هو السيستم محطوط، يعني كابتن عمرو حاطط سيستم ماشيين بيه من اول السنه، سواء هو موجود سواء هو مش موجود، هو سيستم واحد اللي شغالين بيه. انا طبعا من كتر معاشرتي معاه طبعا فهمت دماغه وفهمت شغله وعايز ايه بالظبط وتغييراته، حتى لو هو عايز يغير بيفكر في ايه. فالحمد لله يعني ماشي على بنتعلم منه طبعا كل حاجه، وان شاء الله يعني ربنا يقوم بالسلامه ويرجعه لنا والحمد لله ربنا كرمنا. يعني الفريق الشباب هو الذخيره اللي بتغذي الفريق الاول، في ولاد كتير بيتمرنوا معاهم وبيجوا يلعبوا معانا، فطبعا هم بيحبوا يطمنوا عليهم مستواهم وصل لحد فين وبيتابعوهم وبيتابعوا حتى الولاد اللي ما بيجوش يعني اللي ما بياخدوهمش يشوفوا مستواهم برده اللي بيبقى مميز فيهم بيبصوا عليه يعني. فده يعني ده طول عمر النادي الاهلي كده، يعني فرقه الشباب هي الذخيره بتاعه الفريق الاول. زي ما انت قلت في الاخر دي اهم حاجه، شخصيه لعيب النادي الاهلي. احنا هنا بنتربى على المكسب، ما فيش عاسمه تعادل، تعادل زي وزي الخساره. فاحنا بنلعب احنا يعني حتى لو دخل فينا الجون احنا جبنا الكره على طول لحد اخر دقيقه نلعب ان احنا نكسب ان شاء الله. احنا النظام بتاع هو النادي الاهلي معروف هو في سيستم واحد والدنيا ما فرقتش، هو نفس التعليمات نفس الخطه نفس كل حاجه. واحنا كنا على قد المسؤوليه الحمد لله، اللعيبه كلها كانت رجاله، كنا عايزين برده نوري كابتن عمرو ان اللي هو قرار رجاله حتى لو هو مش موجود احنا هنلعب نفس لعبنا ونبقى على قد المسؤوليه. طبعا لما الجول دخل اكيد حسينا المباراه صعب، بس ده مش معناه ان احنا حسينا ان الماتش خلص. هو لحد ما زي ما قلت لك رؤى، لحد ما الماتش يخلص لحد ما الحكم يصفر احنا بنلعب على المكسب ان شاء الله. طبعا دي دوافع كبيره، وانت دايما بتعرف نادي الاهلي انت لازم تبقى من احسن لعيبه في مصر عشان تاخد مكانك في النادي، ومش في مصر بس بالعكس في افريقيا انت بتنافس على بطوله افريقيا كمان في الدرجه الاولى. فهي دي طبعا دوافع كلها خلتنا النهارده في الملعب ان احنا نثبت نفسنا ونلعب ونطلع كل اللي عندنا ان شاء الله في الملعب. الحمد لله ثلاث نقط مهمين. احنا طبعا بندي النقط دي للكابتن عمرو انور بنتمنى له السلامه ان شاء الله. والحمد لله كانت لعيبه رجاله على قد المسؤوليه اللي بنلعب لاخر دقيقه، والحمد لله جون جه في اخر دقيقه. ده شخصيه النادي الاهلي طول عمرنا معروف عننا كده الحمد لله. الكابتن احمد قال لي انا عايزك تكون اخر واحد في الملعب وتسحب المدافعين معاك، واي كره عاليه تلعب بيها يعني. والحمد لله قدرت ان احنا نجيب جون، الحارس لعبها خبطت فيها راحت العربي، عربي الحمد لله جابها جون. طبعا ده النادي الاهلي، بس برضه الجو كان صعب النهارده، فده اللي خلانا مستوانا بالشكل ده. بس الحمد لله ده توفيق الاسبوع كله، عملنا سيستم كويس الاسبوع كله وكنا كويسين، وده مجهودنا ربنا مش بيضيعه يعني الحمد لله. النهارده بقى الماتش الحمد لله احنا كلنا قاعدين بره مركزين، اللي ينزل دي زي اللي لعب الماتش كله، اهم حاجه الثلاثه بونت. والحمد لله ربنا كفأنا ان احنا تعبنا الاسبوع كله في التمرين وما قصرناش في الماتش وظروف المطره وبتاع، بس الحمد لله الجوان اللي بتبقى زي كده بقى لها طعم احسن يعني، كجو وحش كجون في اخر دقيقه، بس ده شخصيه النادي الاهلي يعني بانت في وقت زي ده، واحنا مرنا بالمواقف دي كتير فكسبنا خبرات من قبل كده، فكنا الحمد لله هادين لغايه اخر الوقت والحمد لله قدرنا نجيب الجون. كلنا قاعدين مركزين، اللي ينزل يحاول يضيف للي موجودين عشان ما نضيعش تعب حد. اللي بداوا من الماتش تعبوا ومروا بظروف وحشه خلال الماتش، واحنا كنا قاعدين بره مثلا ما شفناش اللي هم شافوه في الماتش، فنحاول كنا نضيف لهم. والحمد لله نزلنا كلنا معظمنا كنا اضافه، سواء انا رضا ياسر الحمد لله كنا سبب ان احنا كنا نجيب الجون الحمد لله. هو الحمد لله اللي هو المهم ان انا مش مهم العب قد ايه، المهم تاثير يبقى قد ايه في خلال الماتش او خلال الموسم عامه. الحمد لله انا كنت مركز سواء لعبت الماتش كله قاعد ان انا احاول اثر في الماتش، والحمد لله ده حصل يعني.